الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل في سلسلة الحلقات في الرد على المدعو دكتور عدنان إبراهيم الذي ضلل كثيرا من المسلمين، عليه من الله ما يستحق. في الحلقة دي نرد على شبهة واحدة جابة، وهي من الكفر بالله سبحانه وتعالى، كفر عديل. قال شنو؟ قال عدنان إبراهيم: ولذلك توجد عيوب في الخليقة. أنا بقرأ كلامه بالنص تقريبا، بعد ذاك علق عليه. قال: ولذلك توجد عيوب في الخليقة في تركيب الإنسان. في عيوب، قال، في عيوب أيضا في تركيب الحيوان، توجد عيوب. قال: تقول استغفر الله، توجد عيوب. قال: أشياء غير تامة، أشياء في غير موضعها، أشياء غير صحيحة في خلق الإنسان وخلق الحيوان. قال ربنا خلق الإنسان وفي أشياء ما كان توضع في الموضع ده، ربنا أخطأ وضع في موضع غير موضعه، وأشياء قال غير صحيحة وأشياء تامة. ده كلام دكتور عدنان إبراهيم. ولذلك توجد عيوب في الخليقة، يعني هتلاقي حتى في تركيب الإنسان في عيوب، في تركيب الحيوانات في عيوب. هتقول استغفر الله، في عيوب، يعني إلى الآن مش ثابت إلا أنها عيوب، imperfections، عيوب، أشياء غير تامة، غير صحيحة، في غير موضعها. طيب، قال مثال، لو سألتني قلت لي زي شنو؟ قال: أول حاجة في عيوب في العيون بتاعت الإنسان، الخلق ربنا خلق فيه عيوب وما قدر يكملها يعني. قال العيب الثاني: في عيوب في الغناء المتعلقة بالمني بالنسبة للرجال، يعني في ذكر الرجل. قال المفروض، قال لأنه المفروض ينزل المني من الخصيتين، ده كلامه ذاته اللي أنا بقراه، من الخصيتين إلى القناة مباشرة. قال لكن ده ما موجود. قال المني بيذهب بيمشي وين وبيجي لافي، بعد ذاك بينزل. وقال ده خطأ من منو يا عدنان إبراهيم؟ يعني خطأ من ربنا يعني. طيب، قال وهذه اللفة للمني تسبب مشاكل للذكور. قال وهي اللي قال عملت الآن أمراض كثيرة قال للذكور. هتقول أعطيني مثال واحد عشان اقتنع انه عمليه صعبه. من اكبر الامثله العيوب المتعلقه بالعين، لكن هذا سنشرحه، او لانها معروفه للكل ونشرحها في وقتها. طيب، في عيوب ايضا تتعلق بالاسهر، اللي هو القناه الناقله للمني عند الرجال. عيبها واضح تماما، عيبها واضح، وعلاقته بالفتق الاربي الذي يسبب لكثير من الرجال ان لم يتداركوا انفسهم عمليه جراحيه في وقتها الموت. لماذا؟ لأن المفروض أيها الإخوة أن يكون لدينا خصيتان هنا لا مؤاخذة، وهنا عضو الرجل، وأن تنزل مباشرة القناة اللي هي الأسهر الناقل المني من الخصية إلى إيه؟ العضو. هذا غير موجود تماما، كما أن لدينا هنا الكليتان ولدينا هنا المثانة، وينزل هنا الأوريتر أو الحالب بشكل مباشر. الأمر ليس على هذا النحو. الأمر هنا الخصيتان، الأسهر يذهب إلى فوق يلف حول إيه؟ الحالب، ثم يعود إلى إيه؟ العضو. هذه الكيرفة وهذه اللفة متعبة وغير مفيدة وتسبب مشاكل للذكور. أول حاجة، ده كلام ينكر الصغير والكبير من المسلمين، إلا زول ما مسلم، إلا زول كافر، حتى كثير من الكفار ذاته يعلم إنه ربنا الخالق بالمناسبة، وكثير منهم ما في واحد تجرأ انه قال ربنا اخطا في خلق البني ادم او خلق الحيوان. لكن الكلام ده موجود، انا لاقاني في كتب اليهود، جاء في العهد القديم في من كتب اليهود انه ربنا سبحانه وتعالى اخطا في خلقة الانسان. قال ولقد ندم الرب وقال الرب اني ندمت لاني خلقت الانسان. قال فالإنسان مع بهائم ودبابات الأرض. قال فندم الرب لأنه عمل الإنسان، في كتاب اليهود في العهد القديم. خلاص، عشان كده عدنان إبراهيم ده أنا ما أشك أبدا ولا لحظة إنه دينه اللي بيدعو له ده هو دين اليهود، أصلا ما أشك في الكلام ده، لأنه أنا زول حضرت مقاطعه وحضرت حلقاته دي ما شاء الله، وحواصل في الرد عليه لحد ما ننتهي من هذا المجرم الضال المضل المبتدع الملحد عدنان إبراهيم. زول يقول يا جماعة
إنه توجد عيوب في خلق الإنسان وخلق الحيوان؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى معيب عن عدنان إبراهيم، لأنه الذي يطعن في الصنعة فهو طاعن في الصانع. لو في زول اللي قال يا أخي المايك ده والله يا أخي صناعته ما كويسة، معناته الشركة صنعته هي شنو؟ هي الفيها عيب، هي الفيها عيب، عشان كده بيقول لك ده أصلي وده ما أصلي من أشياء الدنيا ومن الماكينات والأشياء دي والأجهزة. فعدنان إبراهيم يقول إنه خلق ربنا فيه عيوب، بل قال عديل، قال في أشياء في الإنسان والحيوان غير تامة وموضوعة في غير موضع ذاته، وأشياء غير صحيحة. قال يا تودي يا عدنان إبراهيم، قال واحد العين والذكر بتاع الرجل. أول حاجة أرد عليك بآية واحدة تكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، عشان يا تسمع كلام الله يا تسمع كلام الدكتور عدنان إبراهيم. وإذا سمعت كلام الدكتور عدنان إبراهيم ده في الكفر اللي قالوا ده، أنت كفرت بالله والذي لا رب سواه بإجماع المسلمين وبإجماع المؤمنين وبإجماع العلماء جميعا. زول يقول خلق ربنا ناقص، وفي أشياء الله وضعها في غير موضعها، في أشياء ربنا وضعها في البني آدم وفي الحيوان وضع وضع غير صحيح ذاته. ده معناته شنو الكلام ده؟ ده بيتهم ربنا بالنقص ويتهم ربنا بالجهل، هذا المجرم الأفاك الأثيم. ربنا سبحانه وتعالى قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. المفسرين قالوا شنو في الآية دي؟ قال المفسرون أي تام الخلق متناسب الأعضاء في أعدل قامة وأحسن صورة. معنى أحسن تقويم تام الخلق متناسب الأعضاء في أعدل قامة وأحسن صورة. ده ربنا خلق الإنسان كده. وربنا سبحانه وتعالى قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني ربنا يا دكتور عدنان إبراهيم ما يعلم الشيء اللي بيصلح البني آدم، والعضو ده يضع في الموضع ده، والذكر يضع وين، والخصيتين وين؟ ربنا ما يعلم يا دكتور عدنان إبراهيم. الحمد لله بهذا المقطع لوحده ربنا كشف لنا حقيقة الدكتور عدنان إبراهيم، بس المقطع ده بس يشابه فيه دين اليهود. وكلام عدنان إبراهيم ده معظم الكلام اللي بيقوله كفر، والكلام بالذات اللي بيقوله ده كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه حتى المشركين الأوائل أقروا بالخلق بتاع ربنا وما طعنوا في الخلق، بل اعترفوا بالخلق وما طعنوا في جزئية واحدة من جزئيات الخلق. ربنا قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. ولئن سألتهم من خلقهم، يعني الخلق الإنسان الخلق المشركين ديل ذاتهم منه، ليقولون الله، الله قال كده. لكن الرجل ده والذي لا رب سواه الدين البدعو له ده هو دين غير دين الإسلام يا جماعة. وفي كل حلقة حيتكشف لنا أكثر وأكثر هذا الملحد المدعو دكتور عدنان إبراهيم. وكذلك حديث الإمام أحمد في المسند صححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن الشريط رضي الله عنه قال أبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزاره فقال يا عبد الله اتق الله. فالتفت الرجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارفع إزارك فإنه أتقى لربك. فقال الرجل يا رسول الله إنما أنا رجل أحنف تستك ركبتاي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارفع إزارك واتق الله فإن كل خلق الله حسن. ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن كل خلق الله حسن، يعني الله سبحانه وتعالى ما خلق شيء ناقص أو خلق شيء فيه عيوب من خلقته سبحانه وتعالى، إنما كل شيء عند الله سبحانه وتعالى حسن وكل خلق الله حسن. لكن أنا مصر بقول إنه عدنان إبراهيم ده أصلا ما يؤمن ذاته بالأحاديث، وإنما يأخذ، لأنه سمعت له كثير، وإنما يأخذ من الأحاديث ما يوافق هواه على نفس طريقة الترابي وعلى نفس طريقة أعداء الله سبحانه وتعالى. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقول الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، وقوله جل وعلا الله خالق كل شيء، وقول الله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وقول الله جل وعلا فتبارك الله رب العالمين، وقول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فكلام عدنان ده والله كلام
يعني حتى الكفار الموجودين الليلة كثير منهم ما صرحوا بهم، ما صرحوا بهم. فده رجل، رجل ملحد ورجل مجرم ورجل ضال مضل، لم أرى أضل منه أبدا، لكن هو من الناس اللي بيلبسوا الحق بالباطل، وهذا أيضا من صنيعة اليهود. ربنا قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ونواصل إن شاء الله في الرد عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى وصحبه. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.